أبو عبد الله لافت للنظر هنا بأن منافس أردوغان من أصول إيرانية، يعني والده من إيران، أتى من خراسان في إيران واستقر في ولاية تونجلي بتركيا وغير اسمه من قمر خان إلى كليتشدار أغلو، والآن ابنه هو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أغلو المرشح المنافس بقوة الآن لأردوغان. أحزاب الطاولة السداسية اتفقت عليه، والآن هو ينادي بطرد اللاجئين السوريين ويقول بأنهم يعملون على تغيير التركيبة السكانية في تركيا، يعني رجل أصوله غير تركية وينادي بهذا الأمر. بماذا تعلق؟ أعلق بأن هذا رجل مريض نفسياً، يعني هذه الأفكار العنصرية هو جاء أساساً من الخارج، وأغلب مع شديد الأسف معني ضد العنصرية، ولكن أغلب اللي يأتي من خارج القطر أي قطر كان، لكن لا أتكلم عن هذه الحالة الفريدة من نوعها. أعتقد بأن العنصرية فيه هو كشخص عنده عقدة نقص، هذه عقدة النقص الآن انعكست على خطابه ويريد أن ينتقم، لأنه هو من أصول ليست تركية، من أصول فارسية، ويستشعر بالنقص. وحتى عندما كانت أصوله من خراسان أيضا الأشقاء الأخوة في فارس وفي إيران ينظرون لبعض المدن الفارسية بنوع من العنصرية، مع شديد الأسف أن حتى في فارس هناك عنصرية اتجاه البلوش، اتجاه العرب، اتجاه الأكراد، اتجاه التركمان، اتجاه، إذن هي ثقافة، هو جاء من بلد يعاني أساسا من العنصرية، وعكس هذه الحالة المرضية النفسية إلى الداخل التركي. يعني هو أصوله إيرانية ويتكلم، وأنا ما أتكلم أطعم في أصل الإيراني، لكن أتكلم بأن هناك ثقافة في عقل هذا الإنسان عكس الآن حتى في خطابه. أنت اليوم شلون تكون مؤتمن على 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 الدستور، شلون تكون مؤتمن على الأمة التركية وأنت رجل تتكلم بعنصرية مقيتة؟ إذن حتى من حظى بالجنسية التركية، أغلب الموجودين حتى ليسوا من أصول تركية، قفقاز ربما يكونون، أو ربما يكونون ألمان، أو ربما يكون عرب، الآن هو تركي، كيف تتعامل معه؟ إذن أنت عندك مشكلة نفسية، تتعامل معي من درجة أولى أو درجة ثانية، ولا فلان تركي ولكن من أصول عربية تتعامل معه بدرجة ثانية، إذن هذا الرجل غير مؤتمن على الوطن، غير مؤتمن على الدستور، غير مؤتمن أن يكون على رأس السلطة في الجمهورية التركية.